برضو من الحاجات اللي اثرت فيا قوي ان ياما في الحبس مظاليم، وفي مثل تاني يقول لك يخلق من الشبه 40. ست تهمت تعيني يعني في فيديو جنسي، وطلعت براءه وقالت انه السبب انه في شبه بينها وبين اللي كانت في الفيديو الحقيقي. الست البريئه النظيفه الطاهره اسمها ايه؟ منى. طيب السبب انه التبرئه شامه حسنه، حسنه برئتها هي معانا على التليفون. ورينا كده يعني مش هنشوف الفيديو طبعا، لكن عايزين صوره الست البريئه يا جماعه، ولو عندكم اللي مش بريئه برضو حطوها قدامها. يعني معانا الست منى اللي برئتها الحسنه. ست منى اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك بتكلمينا منين؟ من المنيا ولا المنوفيه؟ خضراء منوفيه. منوفيه تمام. ايه اللي حصل؟ والله هو واحد في فيديو مش كويس وصور بتاعت ممرضه في مستشفى جمصه في الاهليه فيها شكل مني، جايبه مركز البلد دي بديل الناس ويقول لهم عليها ان هي انا. تمام. فكل شويه ابص الاقي حد بيقول لي ليكي فيديوهات وسخه على النت. احذف الكلمه دي من الكلام بس. فيديوهات فيديوهات قذره يعني سيئه. قذره ايوه على النت. نعم. فانا رحت اشتكيته. تمام. فعملت محضر في المباحث في الباجور. فهم دلوقتي بقى ايه بيهددوني بقى، يا تنزل عن المحضر يا يحبسوا لي ابني يا مش عارفه كده يعني. مين اللي بيهددوكي؟ هم بيهددوني دلوقتي، عملت محضر في ابني ويهددوني يتنزل عن المحضر ده يا 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 يحبسوا لي ابني. وبعدين ماشيه في البلد مش عارفه امشي في البلد لا انا ولا عيالي، كل الناس بيقولوا ان انا ليا فيديوهات كذا على. طب مين اللي اكتشف الحسنه الفرق بينك وبين صاحبه الفيديوهات الممرضه؟ انا اللي اكتشفتها طبعا، مفيش اي حد في البلد اكتشفها. انا اول لما قالوا لي ان ليكي حاجات على النت انا خليت ولاد اخواتي يبحثوا قلت شوفوا هم بيقولوا كده ازاي. لما جه قلت لهم طب هي دي انا، وبعدين غير الحسنه في حاجات ثانيه بس طبعا في مش هقدر ان انا اتكلم فيها. نعم. ورحت توجهتي لاسم شرطه الباجور؟ ايوه. يعني عملتي بلاغ ضد مين بقى؟ عملت بلاغ في محمد جمال محمد حجاج. اللي هو اللي جاي هو اللي ماشي يقول للناس ان هي دي انا. له حق الرد ايضا لانه مش موجود معانا وانا ما اعرفوش. طيب الاسم عمل محضر رقم 6888 اداري الباجور صح كده؟ ايوه. يعني سبب براءتك من هذا الفيديو، بعد سبب براءتك عادي بقى الناس تعاملك عادي ونسيت انت ست طاهره شريفه نظيفه؟ لا ما حدش لسه سبق براءتي، هم بيتفرجوا على الفيديو اللي هو القذر ده وما حدش سبق لسه براءتي ولا حد خده ولا اي حاجه. طيب يعني انا اعتقد انه بعد تحقيقات النيابه هيطلع حكم بالبراءه ليكي من المحكمه، فانا بعتبر برضو انك عملتي المداخله دي ده اثبات لبراءتك لان انت ظلمتي. فاتمنى من كل الباجور وكل طبعا احنا عندنا عاده سيئه. انت عايزه تقولي حاجه تانية يا ست منى؟ انا عايزه اخد حقي واللي بقى، لان انا رحت له كمان البيت عندهم انا واخواتي قلت له انا اللي بتقول عليا الكلام ده، قال لي انت، وانا هجيب شاشه عرض وهعرضه في الشارع. ليه؟ يعني ما نقرش ان هو مش انا كمان. طب هو في خصومه بينك وبينه هذا الشاب؟ لا طبعا مفيش اي حاجه بيني وبينه. هو بيعمل ليه كده؟ ما اعرفش، هو اصلا هو مسجل بتاع حرامي ومش عارفه والكلام ده. هو ما عملتيش المحضر ضده ليه مباشر؟ من عملت المحضر ضده مباشر. وبعدين؟ استدعي؟ تم استدعاء؟ المحضر بيقول لي في التحريات. تمام. انا يعني طبعا ان الله يدافع عن الذين امنوا، انت ثبت براءتك، انا بشكرك وباكد على انه يا جماعه ما ينفعش الاجواء اللي احنا طبعا النت والسوشيال ميديا والبتاع عمل تلوث عام في البلد، عمل انحراف عام عند الناس، حتى في الريف، حتى في القريه اللي بتكلم عنها. ما ينفعش. يعني في حديث بالمعنى كده ان انت اما بتصر ان انت تفضح حد حتى بعيدا بقى حتى لو هو كان بالمناسبه مرتكب الجريمه، ما انت ربنا بيفضحك، هو ربنا ستر وانت تفضحه. يعني بتكلم بقى ما بالك وحاله بريئه كمان تصر على ان انت تشوهها. يعني ده لا دين ولا اخلاق ولا شرع ولا مصريه. المصريه يعني ستر المواطنه او المواطنه المصريه ما فيهاش السمه دي، ما فيهاش الصفه دي. مين؟
اتمنى انه يعني بما انه الحسنة برأت ست منى، الاهالي والجيران والناس اي حد يعني، لانه برضو هيجي لك يوم انت واقف الطابور اذا كنت انت بتنشر هذه الفضيحة، فانت يوما ما هيجي لك، هيجي عليك الدور.